جمهور كبير شارك الفنانة الأمازيغية، يعني باش نشارك في مجموعة من أكادير، تنشكر المسؤولين بزاف اللي اختاروني باش نشارك، وتحية تحية للجمهور الكريم مازال ما شفتوش أطلع. الفنانة ديالنا بالنسبة للدعوة، الناس الأمازيغ هنا داخل بلدة الأمغار، إيش بغيتي تقولي لهم؟ متتبعين ديال الامازيغ نقول لهم شكرا بزاف، ولكن ماشي غير الامازيغ، حنا كنا مسلمين كنا مغاربه من طنجة. لا راه تحت طالب تحت طالب، حياك الله. شكرا الساده. الجديد الجديد الحمد لله وشكرا لله، يعني كل 15 يوم متتبعين، وكاين لي مفاجآت اخرى ان شاء الله باذن الله. كاش نويت جيت 2006 ثاني مرة. فنانة تشنويت كيفاش تلقيت الدعوة في آخر لحظة، ربما كنتيش في البرنامج وفي البرنامج اللي خارج ما كاينش تشنويت؟ من طبيعة الحال فرحانة بزاف. ما كاينش في البرنامج. فرحانة باش نشوف هذه الوجهة الزينة ونشوف الجمهور الكريم. نعم. كنت سعيدة. أنت شنو تغير ديالك على السهل في الدنيا؟ ما بقيتيش كتظهري لنا بعد سهرات. تولي عمرك لا ما كاينش غياب. حيت منكم المتابع تاشي بدا تلقى مع تاشي باش تلقى كلشي ديالي فيسبوك كلشي في اليوتيوب ديالي تلقى ما كاينش لا شي رسالة كاينة في الحضور كاينة سهرات خارج المغرب الحمد لله واش تدخل لرباج وتعرف كلشي فنانة تشنويت شي رسالة للمسلمين بالامازيغية والجمهور ديالك بالامازيغية عن طريق الصحافة شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.